الرحمن الرحيم، اهلا بيكم في قناتي، قناة جنة الكروشيه. ان شاء الله النهاردة هنعمل مربع بداخله زهرة. الزهرة دي معروفة باسم الزهرة الافريقية. المربع ده ممكن نستغله ونستخدمه في اعمال عديدة. ممكن نعمل منه جاكيت، ممكن نعمل منه بطانية، ممكن نعمل منه شنط، ممكن نعمل منه مفارش للسرير، مفرش سفرة، مفرش للترابيزة، ممكن نعمل منه كوفيات. يعني المربع شكله جميل، وتداخل الألوان مع بعضها بيدي شكل جميل، وممكن بتوظفيه حسب ما انت عايزة. يعني مثلا أنا هنا ده تداخل ألوان أهي كده مع بعضها، وده واحد تاني شكل تاني اهو، وده شكل تالت، وادي برضو ده شكل اخر. هي نفس الالوان، بس بدايات الالوان بالتوالي او يعني بالتدريج بتختلف من مربع لاخر، وبالتالي بيدي اشكال جميلة. زي ما قلت لك، ممكن في النهاية بيتشبك المربع بالطريقة دي. ممكن تعملي منه بعد ما بتشبكيه جاكيت، ممكن مفرش زي ما قلت، ممكن كوفية مثلا او سكارف بالطول كده اهو، يتشبكوا مع بعض وبيتعمل في النهاية الشراشيب. يعني لها استخدامات عديدة، ممكن نعمل منه زي شنطة زي ما قلت لكم، وفي النهاية بيبقى شكله جميل. نبدأ مع بعض ونشوف ايه الخيوط اللي احنا هنستخدمها والإبرة المستخدمة. انا هنا الخيوط دي خيوط على مهير، هو البكرة ماركة لندن، كلها مع بعض تداخل ألوان كده اهو. هوريها لكم دلوقتي، وهقول لكم الفكرة اللي أنا استخدمتها عشان أعمل تدرج الألوان بالطريقة دي. هقول لكم بإذن الله ونبدأ مع بعضينا. وزي ما قلت لكم، انا الخيط اللي انا استخدمته هنا الخيط اهو لندن. الخيط ده مهير 100 جرام، اللفة او البكرة 100 جرام فيها 250 متر، والابرة المستخدمة من 4 لغاية مقاس 4. انا هنا استخدمت ابرة مقاس 3.5. الفكرة اللي انا عملتها بقى ان انا الخيط زي ما انتوا شايفين كده هو جانجان، فاللي عملته ان انا فكتها وبدأت افصل كل لون عن التاني. يعني الابيض طلعته لوحده، والروز والبني، وهكذا تدريجات الالوان فصلتها بحيث ان انا استخدم كل لون على حدة بالشكل ده. الخيط ده لو استخدمتيه هتلاقيه كله بيبقى متداخل مع بعضه، انما انا حبيت افصل كل لون على حدة، بيديني اكتر من لون، وفي نفس الوقت بيطلع الشكل كأنك مستخدمة يعني مثلا الوان متعددة او كل لفة لوحدها. انا استغلت الفكرة دي ورحت فصلة كل لون عن التاني، واخد مني وقت شوية، بس في النهاية طبعا يعني اهو كأن جايبة اكتر من بكرة بشتغل بيها. فدي الفكرة اللي جات لي وحبيت ان انا انفذها، والحمد لله. يعني زي ما انتوا شايفين كده دي النتيجة. نبدأ مع بعض ونشوف هنعمل الوردة دي او الزهرة دي ازاي. دي معروفة جدا، اسمها الزهرة الافريقية. بنعملها جوه مربع بالشكل ده. بدايتها بنبدأ بالاول، هجيب الخيط اهو، انا فصله بالشكل ده اهو، بدأت افصل زي ما انتوا شايفين كده اهو. يمكن في مثلا الاخضر الفاتح دخل شوية مع الاخضر الغامق، مش مشكلة، بس هو في النهاية برضو بيدي شكل حلو. يعني زي ما انتوا شايفين هنا اهو، اخضر فاتح مع الغامق، الروز مثلا في تدخلات شوية كده مع البني، يعني فكرته مش وحشة. فانا هنا هبدأ اعمل. بنبدأ ازاي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. انا ببدأ كده بعمل الحلقة السحرية بالشكل ده زي ما احنا عارفين،
وبقى من تحت اول لفة بسحب اللفة التانية كده وبعمل عقدة. تمام كده هبدأ ارتفع 1 2 3 وهعمل عدد 16 عمود جوه الحلقة السحرية دي. هعمل 16 عمود بلفة بالشكل ده مع احتساب الثلاث سلاسل الارتفاع هحسبهم عمود. يبقى انا جوه الحلقة بعمل 16 عمود بلفة. تمام كده انا كده هخلص 16 عمود وارجع تاني ان شاء الله. انا كده خلصت 16 عمود وشديت الفتلة بتاعت الحلقة وقفلت عليها. دول 16 عمود بلفة. هبدأ اللون التاني اللي هو اللون ده، او نشوفها مع بعض في المربع كده اهو. انا كده خلصت الحلقة اهي، دي رقم 1. هبدأ بقى اللون التاني. هجيب الخيط بتاعي وهعمل العقدة بتاعت البداية بالشكل ده، وهاجي هدخل تحت اي سلسلة او اي عمود كده اهو وبسحب الخيط بالشكل ده، واجيب ده كده اهو واروح عاملة غرزة حشو وارتفع 1 2. تمام كده هاجي في نفس المكان اللي دخلت فيه بين العمود والعمود هعمل عمود تاني، يعني في بين الأعمدة كده اهو بعضها اهو. افكها تاني واوريها لكم. انا اهو عندي الأعمدة اهي بالشكل ده، بين العمود والعمود انا هدخل وهسحب الخيط بتاعي بالشكل ده وهعمل غرزة حشو وهرتفع او هعمل سلسلة وارتفع 1 2. هاخد لفة على الإبرة وفي نفس المكان هعمل عمود بلفة. الخيط ده كله هنضفه انا بعد كده، وارجع تاني الف الخيط على الإبرة وفي نفس المكان هعمل عمود بلفة. يبقى انا دخلت في بين العمودين اي عمودين بدخل وبعمل 3 أعمدة بلفة، واخد لفة تانية على الإبرة وبتجاهل عمود والتاني وبدخل في الفراغ بعمل 3 أعمدة بلفة تاني. يبقى بين كل عمودين بدخل بفوت، ادي بدخل بين العمود والتاني بعمل 3 أعمدة بلفة، بفوت عمودين بدخل بعدهم في الفراغ بعمل 3 أعمدة بلفة. نفس الوضع هفوت 1 2 وادخل في الفراغ هنا بين العمود والعمود وهعمل 3 أعمدة بلفة، اخلصهم كلهم وارجع تاني ان شاء الله. انا كده خلصت السطر التاني زي ما قلت لكم 3 أعمدة بلفة بين كل عمود والتاني وبفوت عمودين وبدخل في الفراغ وهكذا بعمل 3 أعمدة. هنبدأ السطر التالت. انا الاول اهو وده التاني. هبدأ السطر التالت اللي هو ده. باجي اعمل ايه؟ هدخل كده هجيب الخيط بتاعي هدخل في الفراغ اللي بين كل مجموعة من الأعمدة، هشتغل شغلي هيبقى في الفراغات دي. هعمل عقدة البداية كده وهاجي الخيط كده ورا وهاجي هدخل في الفراغ ده، اي فراغ بتخشي فيه وبتعملي على طول كده غرزة حشو. تمام كده بجيب الخيط ده قدامي كده وهرتفع 1 2 3 وهاخد لفة على الإبرة وفي نفس الفراغ هاخد اعمل عمود بلفة وهروح ارتفع سلسلة التانية كده في الهواء واخد لفة وارجع تاني في نفس الفراغ واعمل عمود تاني بلفة وارجع تاني اكرر في نفس الفراغ اعمل عمود بلفة. يبقى انا كده عملت
اتنين عمود بلفة، سلسلتين اتنين عمود بلفة بالشكل ده. في كل فراغ من الفراغات دي هكرر نفس العمل ده، تمام؟ هوصل للآخر وأرجع تاني إن شاء الله. أنا كده خلصت الشغل بين الفراغات، سطر اتنين ادي التالت، سطر التالت قلت اتنين عمود بلفة سلسلتين اتنين عمود بلفة في كل فراغ من الفراغات دي. في النهاية انا متكون عندي 8 مجموعات، ادي كده 3 4 5 6 7 8، تمام كده. بعد ما خلصت السطر ده انا بقى هنا مش هفصل الخيط، لا، الجزء ده بالتحديد لازم يكون الشغل فيه الجزء السطرين دول ورا بعض، الرابع التالت والرابع نفس اللون في كل المربعات بالشكل ده، التالت والرابع نفس اللون اهو، التالت والرابع بيبقى بنفس اللون اهو، التالت والرابع. فانا هنا مش هقطع الخيط، هشتغل السطر الرابع. هعمل ايه؟ انا كده نهيت هنا اهو، انا كده خلاص يعتبر افك بس عشان اوريكم، يعتبر ان انا كده نهيت الشغل بالشكل ده. باجي في التلات سلاسل الارتفاع وبدخل في رأس في تالت سلسلة وبسحب الخيط كده وبعمل منزلقة، واجي ادخل في رأس العمود اللي وراه اسحب الخيط واعمل منزلقة، وبدخل في الفراغ اللي بين الاعمدة كده وبعمل برضو منزلقة، عشان شغلي هيكون جوه الفراغات دي برضو اهي بالشكل ده، الفراغات مش اللي هي بين المجموعتين، لا، هنا انا عندي اهي المجموعة دي اللي هي عمودين سلسلتين عمودين، في فراغ السلسلتين دول هو ده اللي انا هشتغل فيه السطر الرابع. برتفع 1 2 3 وباخد لفة وبعمل هبدأ اعمل عمود بلفة، اخد لفة تانية على الابرة واعمل عمود بلفة عمود بلفة، هعمل جوه الفراغ ده 7 اعمدة بلفة بالشكل ده، باخد لفة على الابرة وبدخل في الفراغ وبعمل العمود بتاعي بلفة، 2 4 6 ادي 7. انا كده خلصت، هنقل على المجموعة التانية جوه الفراغ بتاع السلسلتين مش الفراغ اللي بين المجموعتين، لا، باخد لفة على الابرة وبسحب الخيط وبطلع بعمل عمود بلفة، لفة على الابرة وبسحب الخيط وبعمل عمود بلفة، وهكذا هخلص المجموعة او اخلص 7 اعمدة، في كل فراغ بعمل 7 اعمدة، اما بنهي السطر الرابع بتاعي. يبقى انا كده اتفقنا في كل فراغ من دول بين المجموعتين بين الاعمدة هعمل 7 اعمدة بلفة بالشكل ده، اخلصهم وارجع تاني ان شاء الله. انا كده خلصت السطر الرابع اهو، 1 2 3 4. انا بتنقل بين العينات اللي انا بعملها عشان ما تزهقوش وعشان التصوير الوقت يعني، فانا محضراهم قبل كده. فانا كده خلصت، ادي السطر الرابع اللي هو 7 اعمدة في فراغ السلسلتين. هاجي اعمل السطر الخامس، السطر الخامس اللي هو بيديني الشكل ده، غرز حشوة وهنا عمود بلفة، هعمله ازاي؟ فانا هجيب الشغل بتاعي بالشكل ده وهروح جايبة الخيط اللون بقى اي لون بقى بعد كده انت ايه حابة تغيري غيري، بعمل غرزة البداية عقدة البداية وباجي. انا هنا عندي كل مجموعة من 7 اعمدة دول هاجي في النص، يعني هفوت 1 2 3، وهاجي في العمود الرابع هدخل كده في رأس العمود وهسحب الخيط بتاعي وهروح
اجيب الفتله دي كده اهو عشان اسحبها في الشغل، واعمل غرزه حشو. تمام كده اهو، هاجي العمود اللي وراه هعمل غرزه حشو. يبقى انا هنا انا عندي 7 اعمده، دخلت في العمود الرابع رقم 4 فوتت 1 2 3، ودخلت في العمود رقم 4 عملت غرزه حشو، وفي الخامس عملت غرزه حشو. انا السطر ده كده كله غرز حشوه بالشكل ده في السادس، وادي السابع. هاخد لفه على الابره، هنزل السطر الثالث، انا متفقين في مجموعه وادي مجموعه، هدخل بين المجموعتين، هنزل بالشكل ده بالابره كده من تحت بين المجموعتين، واسحب الخيط وهطلعها، اسحبه كده بالراحه واسيب شويه معايا واطلع ما شدهوش، واخد لفه واطلع بحلقتين ولفه واطلع باتنين. يبقى انا عملت فاصل بين المجموعه والتانيه، هاجي هعمل المجموعه التانيه اللي وراها. اول راس عمود بيبقى متداري تحت الخيط حاولي تظهريه، وبدخل فيه وبسحب وبعمل غرزه حشو. ادي واحد، ادي كده اتنين، تلاته، أربعة، خمسة، أنا بخفي الخيط معايا خدوا بالكم، ستة، سبعة. أنا كده عملت 7 غرز حشو فوق 7 أعمدة اللي بلفة. هاجي هعمل الفاصل بقى، باخد لفة على الإبرة وبنزل في السطر اللي تحت بالشكل ده، وأسحب الخيط من ورا، اسحبه شوية كده واخد لفة واطلع بحلقتين ولفة واطلع بحلقتين. يبقى انا كده عملت عمود بلفة. هرجع تاني اكرر المجموعة رقم المجموعة التانية، اول عمود اهو ظهرت رأس العمود اهو، وهدخل واخد اعمل غرزة حشو. ادي واحد، اتنين، كده تلاتة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة. وانتي بتشتغلي كده تعدي 7 غرز حشو فوق 7 أعمدة بلفة بالشكل ده. وفي بعد ما بتنهي 7 بتاخدي لفة على الإبرة وتنزلي للسطر اللي تحتيه، وأسحب الخيط بالشكل ده ولفة وبطلع بحلقتين ولفة وبطلع بحلقتين. يبقى ده السطر رقم 5، ادي 1 2 3 4، ده السطر رقم 5 اللي هو ده اللي بالروز ده بالشكل ده، هو ده. هاجي بعد كده اعمل السطر السابع اللي هبدأ بقى اعمل المربع بتاعي منه، هكون الزوايا بتاعتي. المربع ليه 4 زوايا، هبدأ اكون الزوايا بتاعتي. تمام كده اهو، هاجي انا عامله العينه اهو بعد ما خلصت السطر ده اهو، السطر الخامس كده انا اهو خلصته. تمام اهو بالابيض ده خلصته، هاجي هعمل الزوايا بتاعتي. هجيب انا متفقين انا بعمل ايه، بشتغل على العينه على طول عشان بس ايه الوقت والفيديو ما تزهقوش. هبدا اعمل الزوايا بتاعتي، هاجي افك الخيط ده كده اوام، هشتغله بالابيض عشان ايه يبان. هاجي كل مجموعه من المجموعات 7 أعمدة دول وفوق منهم 7 غرز حشو، هاجي هعد 1 2 3، نفس الوضع غرز الحشو اهي، 1 2 3، وهاجي في الغرزة رقم 4 اهي، وهدخل تحت منها كده اهو، وهسحب الخيط بتاعي بالشكل ده. تمام، اجيب ده كده عشان اقفل عليه، وهروح عاملة غرزة سلسلة واقفل عليها كده جامد. تمام كده، يبقى انا كده دخلت 1 2
ثلاثة، فوتت ثلاث غرز حشو، وفي الرابعة دخلت وعملت سلسلة، وهاجي هرتفع سلسلة وهدخل في نفس المكان واطلع واعمل غرزة حشو. تمام كده؟ هاجي غرزة الحشو اللي وراها هدخل فيها واعمل غرزة حشو. ادي كده السلسلة رقم 4، السلسلة الغرزة الحشو رقم 5. هاجي في الستة والسبعة هعمل ايه؟ السادسة هدخل هاخد لفة على الابرة الاول كده اهو، وهدخل فيها واعمل نص عمود، وهاخد لفة تانية على الابرة، هدخل في غرزة الحشو رقم 7 واسحب كده، وهعمل عمود بلفة. هاجي في الفاصل اللي انا عاملاه ده وهدخل في رأس اللي هو عمود بلفة، هدخل فيه كده الاول هاخد لفة والتانية، وهدخل في الفاصل ده كده في رأس العمود وهعمل عمود بلفتين، وهاخد سلسلتين على الطاير لفة والتانية، وترجعي في نفس المكان تخشي وتعملي عمود بلفتين، لفة وتطلعي بحلقتين، لفة وتطلعي بحلقتين، لفة وتطلعي باتنين. تمام كده؟ هرجع هاخد لفة على الإبرة، وهاجي في غرزة الحشو اللي وراها مباشرة وهدخل فيها وهعمل عمود بلفة، واخد لفة تانية على الإبرة، الغرزة الحشو اللي بعدها بعمل نص عمود، بعد كده غرزة الحشو اللي وراها بدخل فيها وبعمل غرزة حشو، واللي وراها بعمل غرزة حشو. يبقى أنا كده بالشكل ده أنا كونت زاوية، أول زاوية من زوايا المربع بتاعي، نص اليمين اهو وده النص الشمال، عملت غرزتين حشوة، نص عمود، عمود بعد كده عمود بلفتين. رجعت بقى تنازلي اللي كررته هنا بكرره هنا، بس بعد ما بعمل عمود بلفتين، عمود بلفة، نص عمود، غرزة حشو وغرزة حشو. تمام كده؟ انا كده يعتبر خلصت اول زاوية. نيجي هنكرر بقى الضلع بقى بتاع المربع. انا كده عملت زاوية، فاضل ضلع المربع. هفضل ماشية في غرز بغرز فوق الغرز الحشو دي، هعمل غرز حشو على طول، هفضل ماشية بنفس النمط. ادي اتنين كده اهو، غرزة حشو اهو، غرزة حشو، وهعمل انا كده وصلت ايه، انا عندي في البداية قلت 2 4 6 8 وحدات. هدخل بعد ما عملت هنا زاوية هاخد وحدتين، ادي وحدة كاملة والوحدة التانية اهي، عملت فوقهم غرز حشو بالشكل ده. هاجي زي ما احنا متفقين في الغرزة رقم 4 اهي، عملت غرزة حشو. الغرزة الخامسة هعمل نص عمود، والستة هعمل عمود بلفة كده اهو. نيجي بقى العمود ده الفاصل، بدخل في رأس العمود وبعمل عمود بلفتين، باخد لفتين على الإبرة وبدخل كده تحت ضلعين السلسلة وبعمل عمود بلفتين، وارتفع سلسلتين واخد لفتين وارجع تاني في نفس المكان اهو، نفس المكان بتاع رأس العمود اهو، بدخل كده فيه وبعمل عمود بلفتين. هرجع بقى انا كده ارتفعت، ارجع تاني انزل، هاخد لفة وغرزة الحشو اللي وراها على طول اللي في المجموعة السبعة اللي وراها، هعمل عمود بلفة. الغرزة اللي وراها هعمل نص عمود، الغرزة اللي وراها هعمل غرزة حشو، غرزة حشو. انا كده يعتبر خلصت تاني زاوية. تمام؟ هكرر اعمل بقى بقية الضلع، غرزة حشو حشو وهكذا. هتجاهل بقى الفاصل ده، مش هعمل فيه زاوية، لا هعمله ضلع للمربع، وهفضل اعمل كده غرز حشو لغاية لما اوصل ادي
مجموعة ودي التانية اهي، بعمل فيها الزاوية رقم تلاتة. هاجي من عند الفاصل كده، الغرزة دي هتجاهلها، دي هتجاهلها، تمام. هعمل غرز حشو كده، وهاجي اخد لفة واعمل النص عمود بتاعي، ولفة تانية واعمد العمود بلفة، وهاخد لفتين على الابرة. الفاصل بقى اهو، هدخل تحت ضلعين السلسلة وهعمل عمود بلفتين، ارتفع اتنين سلسلة، اخد لفتين تاني على الابرة في نفس المكان، ادخل واعمل عمود بلفتين. يبقى انا كده عملت الزاوية رقم تلاتة. هاجي بقى انا ارتفعت، هاجي انزل تاني، هروح جاية الغرزة اللي ورا الفصل على طول، غرزة الحشو، بدخل وبعمل فيها عمود بلفة، والغرزة اللي بعدها بعمل نص عمود، والغرزة اللي بعدها بعمل غرزة حشو، وهكذا افضل اكرر بقى غرزة الحشو لغاية لما اوصل المجموعة دي كاملة، هعملها نص المجموعة دي، تمام كده. نعملها كده برضو مع بعض عشان ايه الجزئية دي عايزة تركيز شوية. انا كده شغالة ضلع المربع، جيت في المجموعة اللي هعمل فيها الزاوية رقم اربعة اهي، يعني انا يعتبر بين الزاوية والزاوية في وحدتين، بين الزاوية والزاوية في وحدتين. هاجي هنا الغرزة اللي قبل الفاصل دي بعمل فيها عمود، دي بعمل فيها نص عمود، يبقى انا غرزة فاضل لي غرزة حشو هنا هعملها، وهاجي اخد لفة على الابرة واعمل نص عمود، ولفة تانية على الابرة، وادخل الغرزة اللي وراها اعمل عمود بلفة، اخد لفتين على الابرة. الفاصل بقى تحت ضلعين السلسلة، بدخل وهعمل عمود بلفتين، وارتفع اتنين سلسلة، واخد لفتين تاني، وهعمل عمود بلفتين، ارجع تاني انزل، باخد لفة والغرزة اللي وراها بعمل عمود بلفة، الغرزة اللي وراها بعمل نص عمود، وهبدأ اعمل بقى غرز الحشو اللي ايه اللي بعدهم على طول لغاية لما اوصل لنهاية الضلع بتاع المربع، تمام. ادي كده غرز حشو اهي، بدخل تحت في كل غرزة حشو بعمل فوق منها بعمل غرزة حشو تانية. انا كده بخفي الخيط برضو اللي موجود، بخفيه معايا لغاية لما هوصل لبداية الزاوية الأولانية اللي أنا عملتها، تمام كده. أنا كده خلصت، هاجي عند أول غرزة أهي، وهدخل فيها وأطلع بمنزلقة. يبقى أنا كده خلصت الأربع زوايا بتوع المربع بتاعي بالشكل ده، تمام. أنا كده مش هفصل الخيط برضو، هشتغل بنفس اللون، هعمل السطر الأخير. أجي أنا عاملة أهو الرقم ستة، السطر الأخير كله هيبقى أعمدة بلفة. أنا مش هفصل الخيط، أنا عملت منزلقة، تمام. هرتفع واحد اتنين تلاتة، واخد لفة على الإبرة، وفي كل غرزة حشو هدخل وأعمل عمود بلفة، في كل غرزة حشو بدخل وبعمل عمود بلفة، في النص عمود برضو بدخل وبعمل عمود بلفة، وهكذا. أنا كده وصلت أول زاوية، بدخل في الفراغ اللي بين الضلع والضلع أهو، أنا هنا مش عاملة عمود بلفتين وهنا عمود بلفتين، هدخل في الفراغ وأعمل عمود بلفة، وأرجع أدخل تاني وأعمل عمود بلفة، وارتفع اتنين سلسلة، وهدخل واعمل عمود بلفة،
وارجع تاني اعمل عمود بلفة، واخد لفة على الابرة، هاجي اول عمود على طول اهو، رأس العمود ده بيبقى مخفي جوه الشغل، خدي بالك، حاولي اظهريه، وسعي كده عشان يبان رأس العمود، بروح داخله فيها كده اهو وبعمل عمود بلفة، وهكذا بمشي بقى بقفل المربع بتاعي السطر الأخير، كل الأضلاع بعملها عمود بلفة عمود بلفة فوق كل غرزة حشوة، ولكن في الزوايا بعمل زاوية تانية جوه الزاوية، بعمل زاوية تانية عبارة عن اتنين عمود بلفة سلسلتين اتنين عمود بلفة. الزاوية اللي قبلها كانت عمود بلفتين سلسلتين عمود بلفتين، تمام كده. يبقى ده شغل المربع بتاعي، ده اخر سطر هعمل بالشكل ده، وهيديني اهو هي دي النتيجة بتاعته، تمام كده. نشوف لون تاني فاتح عشان خاطر يبقى باين اهو، ده المربع بتاعي، ادي في الزاوية عملت زاوية واعمدة بلفة. لو جينا عدينا الاعمدة باللفة هنلاقيها 21 عمود بلفة، من اول بعد سلسلتين الفراغ دول بعد 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 21، يعني ضلع المربع من الزاوية للزاوية 21 عمود بلفة، وده نفس النظام 2 4 6 8 10 2 4 6 8 20، ادي 21. يبقى عشان لما بتيجي تقفلي الشغل بعد كده وتشبكي المربعات مع بعضها، لازم كل عمود هيبقى قصاد العمود، ما يبقاش فيه مربع عمود زيادة او عمود ناقص، 21 عمود بلفة في كل ضلع من اضلاع المربع بالشكل ده. ده كان الفيديو بتاع النهاردة، المربع اللي بداخله الزهرة الافريقية، وده كان الشغل، هو شغله بسيط وسهل، والنتيجة بتاعته بنعمل منه مشاريع كتيرة زي ما احنا عارفين. وزي ما قلت لكم انا ده الخيط اللي انا استخدمته وانا استغليته بالطريقة دي، زي ما انت حابة عايزة تشتغلي على حاله كده هو مفيش مشكلة، عايزة تجيبي مثلا بكرات خيط مختلفة الالوان وتنسقيها مع بعض مفيش مشكلة. انا هي بس الفكرة ان انا الخيط ده عندي خيوط من زمان وقلت استغلها واعملها بالطريقة دي. ارجو ان يكون الفيديو عجبكم ان شاء الله، وان عجبكم تكرما تحطوا لايك للفيديو، واللي ما اشتركتش في القناة تشترك وتفعل الجرس، ولو في اي تعليق ارجو كتابته او ملحوظة ارجو كتابتها في التعليقات، واتمنى ان شاء الله يكون في تفاعل، لان برضو وجود التعليقات والتفاعل بيدي يعني دعم للقناة وتكبر باذن الله. وان شاء الله ده كان الفيديو بتاعنا، والقاكم على خير في فيديو اخر من فيديوهات قناة جنة الكروشيه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.